توريث روح الفانيلا الحمراء سر انتصارات النادي الأهلي. يعني بتكلم في ان ده سيستم في النادي الاهلي متوارث بالنسبه لروح الفانيلا الحمراء دي من زمان، يعني معروفه خالص متوارثه. اي لعيب بيجي يخش النادي الاهلي بيخش في السيستم دوت بتاع روح الفانيلا الحمراء دوت، هو يعني بيخش السيستم دوت بيطبع بالصبغه ديت. لو السيستم بتاع روح الفانيلا الحمراء الروح بيأدوا بروح عاليه جدا جدا. النادي الاهلي جات عليه سنين طويله جدا جدا كان بيكسب في الدقائق الاخيره خالص وفي الثواني الاخيره والحاجات دي كلها، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي كان بيبقى فيه اصرار لغايه اخر ثانيه. فيمكن التصريح ده احنا يعني كلنا في الوسط الرياضي عارفين ده، يعني الوسط الرياضي كله عارف ده عن النادي الاهلي حته الروح الفانيلا الحمراء دي. هو اي حد هيسمع توريث هيقول توريث يعني اولاد اولاد اولاد، ف يعني لما انا اقرا توريث روح الفانيلا فاهم، فانا لا لا ممكن افهمها او اي حد يفهمها مثلا ان توريث ابناء. لا هو خدي بالك من حاجه مهمه جدا، انت بتتكلمي في توريث بتتكلمي كمان على مستوى الاداره، بتتكلمي كمان على مستوى اللعيبه نفسها كمان في ادائهم وروحهم العاليه وكل الكلام دوت على مختلف الاجيال، فده معروف عن النادي الاهلي يعني. طيب هنخش